يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الذي يتوب من الشرك كالسحر يغفر له؟ وكيف الجمع بين الآية وبين آيات التوبة؟ الساحر يقتل على كل حال، يقام عليه الحد، لا يسقط عنه الحد. وأما توبته فهي بينه وبين الله، إن كان صادقا فأمره إلى الله، أما الحد فلا يسقط عنه ولو تاب. نعم.